قصص من ملفات الشرطة المغربية، قصص مستوحاة من الواقع. في حي من أحياء الهامش بالرباط ولد عادل بوخاتم قبل 27 عاما. كان أكبر الأبناء الخمسة لأسرة عبد السلام بوخاتم الذي كان يعمل صباغا. وكما أسر كثيرة في أحياء الهامش، كانت أسرة بوخاتم تكد وتجد لتوفر لأبنائها حدا من التعليم يمكنهم من الانعتاق من جاذبية الفاقة. ولكن الحالة الصحية لعبد السلام بوخاتم تدهورت، ولم يعد بمقدوره العمل وتوفير ما تحتاجه أسرته. وكما يحدث في أسر فقيرة كثيرة، اضطر الابن الأكبر عادل إلى التوقف عن الدراسة. كان في السنة الثانية في كلية الحقوق. في أواخر تسعينيات القرن الماضي كانت بطالة حملة الشهادات قد اتخذت لها ملامح واضحة، ولذلك صعب على عادل بوخاتم أن يجد عملا يتناسب مع مستواه التعليمي. قضى عاما كاملا يبحث عن عمل، وفي نهاية المطاف اضطر إلى التنكر لمؤهلاته العلمية على تواضعها ليزعم أن لا مستوى تعليمي له. وقتها فقط تمكن من الحصول على عمل، وظفته الشركة التي تتولى التدبير المفوض لنظافة المدينة. في لغة العامة صار عادل بوخاتم زبالا. في الأيام الأولى لتسلمه هذا العمل الذي لم يحلم به من قبل، كان يحرص على التنكر بأن يضع على رأسه قبعة أو أن يضع نظارات سوداء من الحجم الكبير. كان يخشى نظرات رفاق الدراسة أو الجيران الذين قد يصادفونه وهو يجمع القمامة وينظف الشوارع. ولكن شعوره ذاك لم يدم طويلا. في نهاية الأمر ما يهمه أنه تمكن بفضل هذا العمل من أن يوفر حدا أدنى من متطلبات الأسرة وأن يساعد إخوته على مواصلة الدراسة. خلال عام كامل واظب عادل بوخاتم على العمل بجد، ولم يعترض سبيله أي مشكل يعيق ترسيمه. كل شهادات المراقبين إيجابية في حق هذا الشاب الذي لم يكن كثير الكلام. في صباح 9 مايو من العام 2001 في حدود 8 صباحا، بينما كان عادل بوخاتم في شارع الشفشاوني يدفع عربة الأزبال، استوقفه رجل في منتصف العمر كان أنيق الملبس. ظن عادل أن الرجل سيطلب منه معلومة ما، ولكنه فوجئ به لما توقف وهو يطالبه بأن يرجع إليه محفظته. لما سأله عادل عن أي محفظة يتكلم، أجابه الرجل الأنيق بأنه يعني تلك الحقيبة التي سرقها من سيارته. حاول عادل بوخاتم أن يقنع الرجل بأنه ربما أخطأ الشخص الذي يطلبه، ولكن الرجل الأنيق الملبس قال إنه رأى عادل بوخاتم يمر بعربة الأزبال قرب سيارته. كان الرجل الأنيق يصرخ في وجه عادل الذي التزم الصمت. سريعا تحلق حولهما جمع من الفضوليين. كان عادل يلتزم الصمت منذ أن بدا له أن الرجل يلصق به تهمة السرقة. كان أخشى ما يخشاه الشاب بوخاتم أن يساء فهم موقفه من قبل إدارة شركة النظافة، وأن يترتب على ذلك تعليق إجراء ترسيمه الذي كان يعني له علاوة في الأجر الشهري ستسعد أسرته الفقيرة حتما. فجأة توقفت عند ذلك الجمع دراجة نارية صفراء، تلك التي يستعملها مراقب شركة النظافة. شق لنفسه طريقا بين الفضوليين. سأل الرجل عن سبب نزاعه مع عامل النظافة، فرد بأنه سرق منه حقيبته التي كانت في سيارته هناك، وأشار إلى المكان حيث كانت السيارة مستوقفة. كانت هناك أمام بناية مهجورة خربة. لما اتضح لمراقب شركة النظافة أن عامل النظافة متهم بالسرقة، اتصل بالشرطة. بعد حين حضر مفتش إلى شارع الشفشاوني، أمر بأن يساق عادل بوخاتم وعربة الأزبال إلى المفوضية، وطلب من الرجل الأنيق أن يلتحق بهم هناك. تفرق الجمع واستعادت حركة المرور انسيابيتها في شارع الشفشاوني. استمع رئيس الدائرة الثانية إلى التقرير الشفوي لمفتش الشرطة الذي تدخل في هذه النازلة، كما سجل تصريح المشتكي الرجل الأنيق. كان الوضع يقتضي تفتيش عربة الأزبال التي سيقت إلى مقر الدائرة الأمنية بكل ما حملته من قمامة. كان الرجل الأنيق
مصرا على أن الزبال عادي بوخاتم دس تلك المحفظة في عربة القمامة على أن يخرجها فيما بعد. كان الرجل واسمه بوشتر رواس، وكان من كبار المقاولين العقاريين في المدينة، كان يقول إن ما يهمه ليس ما في الحقيبة من مال، ولكنها الوثائق التي توجد بها. قال إنه ركن سيارته في شارع الشفشاوني ونزل يعاين البناية الخربة هناك، حيث كان ينوي بناء عمارة جديدة. يذكر أنه ترك السيارة مفتوحة، وأنه في لحظة ما تذكر المحفظة، ولما عاد إلى السيارة لم يجدها، ورأى عامل النظافة وهو يدفع عربته غير بعيد. أكد المقاول الشهير أنه رأى الزبال من قبل وهو يلتقط الأزبال بمحاذاة سيارته. في باحة دائرة الشرطة كانت عربة الأزبال. أمر العميد رئيس الدائرة عادل بوخاتم بإفراغها، ولكن عادل رفض. قال إنه الآن متهم بدون أي سند، وأنه لن يقوم بإفراغ العربة. العبارات التي كان يستعملها الزبال أثارت انتباه العميد، فالشاب بوخاتم كان يستعمل عبارات لا يلجأ إليها إلا ذو حد أدنى بدلالات بعض المصطلحات القانونية، ولذلك أمر العميد أحد المفتشين بالقيام بالمهمة القذرة. تم إخراج ما تحمله العربة كومة بعد كومة. لم يكن المفتش يخفي تقززه مما يقوم به. وصل العملية حتى أخرج كل ما في العربة، ولم تكن محفظة المقاول الأنيق في جملة ما تم إخراجه. كان على العميد أن يقدم تقريرا إلى ممثل النيابة العامة الذي أمر بإخلاء سبيل عادل بوخاتم. لم يتم العثور على المحفظة، بل إن العميد نصح المقاول الأنيق بوشتر رواس بالاعتذار لعامل النظافة، ولكن الرجل أعرض وأصر على أن عادل بوخاتم وحده الذي مر قرب سيارته حين ركنها في شارع الشفشاوني. لما خرج عادل من مقر دائرة الشرطة وجد في انتظاره مراقب شركة النظافة، كان على متن دراجته النارية الصفراء معتمرا خوذته المكورة السوداء. طلب منه أن يلتحق بمقر الإدارة. كان على عادل أن يسوق عربته إلى المستودع قبل أن يعرج على مقر الشركة. لما وصل وجد المقاول الرواس قد سبقه، كان في حديث مع مدير الموارد البشرية. من خلال حديثهما ظهر لعادل بوخاتم أنهما يتعارفان. لم يلبث أن تأكد لديه ذلك من خلال اللهجة الصارمة والحازمة التي خاطبه بها. زجره ولم يدع له متنفسا يعبر فيه عن موقفه. قال له إنه موقوف عن العمل إلى أن تظهر حقيبة السيبوشتا. هكذا أردف المقاول الأنيق أنه لا يطلب سوى الوثائق التي كانت في تلك المحفظة وفي جملتها شيكات. أبعد من ذلك قال لعامل النظافة إنه يعده بمكافأة قدرها 10,000 درهم إن هو أعاد إليه الحقيبة. تعامل معه الرجلان وكأنهما موقنان بأنه من سرق المحفظة. خرج عادل من إدارة الشركة يقاوم دموعه، هو يعلم أن فقدان العمل يعني الكثير من المتاعب له ولأسرته. سلم أمره لله وغادر المكان. مضى إلى مكان يشرف على البحر، جلس يتأمل المحيط، صار يسترجع شريط الذي حدث صباح ذلك اليوم. تذكر أنه لما كان بالقرب من البناية الخاربة في شارع الشفشاوني رأى طفلا يلعب في المكان. تذكر أن الطفل الذي كان في 8 أو 10 بدا وكأنه يريد إخفاء شيء ما في ملابسه. سأل عادل نفسه لما لم يتذكره حين سيق بعربته المملوءة بالزبالة إلى مقر دائرة الشرطة. عرج على الدائرة وطلب مقابلة العميد. أبلغه بأنه سيتولى بنفسه إثبات براءته مما يزعمه المقاول بوشتر رواس. طلب منه رقم هاتف ليتواصل معه حين يجد جديد. لما عاد في المساء إلى البيت قص على أخويه أحمد والمصطفى ما حدث له صباح ذلك اليوم. طلب منهما أن يساعداه في تنفيذ خطة ستثبت براءته. في صبح اليوم التالي قصد برفقة شقيقيه إلى شارع الشفشاوني. تفرقوا في مواقع مختلفة في محيط البناية الخربة، وبعد نحو ساعتين
ظهر الطفل الذي رآه عادل يلعب هناك صباح أمس قبيل اتهامه بسرقة محفظة المقاول. توجه الصبي إلى البناية الخاربة ودخلها، بدا وكأنه متعود على الدخول إليها. تبعه عادل وطلب من أخويه أن يقفل كل المنافذ. أحس الصبي بخطى تتبعه فانزوى تحت سلم العمارة الخاربة، كان ركنا مظلما. تبعه عادل وأمسك به، كان يصرخ. كانت في يده محفظة، وعلى الأرض تبعثرت أوراق كانت بداخلها فيما يبدو. حاول الصبي الإفلات ولكنه وجد شقيقي عادل له بالمرصاد. هاتف عادل العميد رئيس دائرة الأمن. بعد دقائق حضر الضابط ومعه اثنان من أعوانه. كان عادل في الانتظار، دلهم على مكان الصبي. كان هناك بجانبه الحقيبة وعلى الأرض أوراق مبعثرة. اقتيد الطفل إلى مقر الدائرة ورافق عادل عميد الشرطة، الذي ما أن وصل إلى مكتبه حتى اتصل بممثل النيابة العامة وأبلغ بالتطورات التي عرفتها قضية حقيبة المقاول بشتى الرواص، كما اتصل بهذا الأخير وطلب منه الحضور. كانت الحقيبة فوق مكتب العميد. تسلمها المقاول، فحصها، وجد كل أوراقه ومبلغا من المال قدره 10,000 درهم كان قد دسه في جيب خفي داخل الحقيبة. بحضوره أعاد الطفل ما قاله للعميد. قال إنه كان يلعب بالقرب من البناية الخربة، وأنه لما مر بالقرب من السيارة لاحظ وجود الحقيبة. لاحظ أيضا أن إحدى النوافذ غير مغلقة. بسرعة أخذ الحقيبة ودخل إلى البناية الخربة. قال إنه فتشها ولم يعثر سوى على أوراق، تركها هناك، وفي الغد عاد ليفتشها من جديد علّه يظفر بشيء ما. لحظتها قال الصبي: أمسك بي هذا الرجل، وأشار إلى عادل. كان على المقاول أن يتدارك الموقف. رافق عادل بوخاتم إلى إدارة شركة النظافة. كان الشاب بوخاتم ينتظر أن يلتمس إعادته إلى عمله، ولكنه أبلغ صديقه مدير الموارد البشرية بأنه قرر أن يوظف عادل في مقاولته كمسؤول على تدبير الموارد البشرية. كانت تلك الطريقة التي أراد بها أن يرد الاعتبار إلى عامل النظافة. في 12 غشت من العام 93 900 و1000 تلقى والي أمن الرباط رسالة من الوكيل العام للملك. حمل الرسالة المحامي عبد الرحيم فرحان الذي كان يرافق سيدة تعنيها تلك الرسالة. بعد اطلاعه على مضمون الكتاب، حيث يطلب منه الوكيل العام إجراء بحث في النازلة المذكورة في الرسالة، قام والي الأمن بتعيين عميد الشرطة الممتاز أحمد المروح للقيام بالبحث، وطلب منه أن يستمع في الحين إلى السيدة التي يرافقها المحامي عبد الرحيم فرحان، على أن يتم ذلك بدون حضور المحامي. أدخلها العميد إلى مكتبه، وعلى الفور فتح محضر الاستماع إلى أقوالها. قالت المرأة إن اسمها فائزة بازيد، وإنها أرملة الوزير السابق ثم السفير محمد المليان. زعمت المرأة أن الراحل كان قد وقع ضحية فخ نصبته له كاتبته الخاصة، التي ساقته إلى الزواج منها وسيطرت عليه وعلى ما كان يملك. استرسلت فائزة بازيد في الكلام، قالت إن المرحوم محمد المليان الذي كان قد عين سفيرا في الكويت قضى نحبه خلال الغزو العراقي للكويت، وإن زوجته تلك التي كانت كاتبته الخاصة استولت على كل وثائقه وتمكنت من الحصول على كل ما كان يملك، وإنها لما عادت إلى المغرب قامت بشراء عدة عقارات منها عمارات سكنية. ختمت فائزة تصريحاتها بقولها إن أرملة السفير تعيش حاليا بصفة غير شرعية مع شقيق زوجها الهالك، الذي قالت فائزة إنها أغرته بالمال وجعلته دمية في يديها. سجل العميد الممتاز أحمد المروح أقوال السيدة فائزة بازيد بكل تفاصيلها، وقد لاحظ أن المرأة تضمر للمدعى عليها حقدا كبيرا. وأثناء الاستماع إلى فائزة تذكر العميد قصة الوزير الذي اغتصب كاتبته الخاصة، وعادت به الذاكرة إلى العام 87 900 و1000. كان العميد المروح
ضمن الفريق الذي كان قد تولى البحث في تلك النازلة. تذكر أن الحكاية انتهت بزواج الوزير المليان من كاتبته الخاصة ضحيته. بعد أن وقعت فائزة بازيد على المحضر، توجه العميد المروح إلى الأرشيف من حيث استخرج نسخة من ملف التحقيق في قضية اغتصاب الوزير لكاتبته الخاصة، ثم توجه إلى مكتب والي الأمن الذي ما أن اطلع على الملف حتى أمر باستدعاء المدعى عليها والاستماع إليها لمعرفة المزيد والإجابة على الأسئلة المطروحة حولها، خاصة حول علاقتها بشقيق زوجها الهالك. شدد والي الأمن على توخي اللباقة المطلوبة حتى لا تقحم الشرطة كطرف في هذا النزاع الذي يدعو إلى الاستغراب ويستفز الرغبة في معرفة أسراره الكامنة. فضل العميد المروح أن يتولى الأمر شخصيا، ولذلك توجه إلى مقر إقامة المدعى عليها السيدة جميلة الصبور والسيد محمد المليان شقيق زوجها الوزير ثم السفير الراحل محمد المليان. لما وصل أخبره الحارس بأن السيدة جميلة غير موجودة في البيت، وإنها في المصحة التي تعمل بها في حي الرياض. توجه العميد رأسا إلى المصحة، كانت في مكتب فاخر كتب على بابه إدارة المصحة. طرق الباب، بعد حين سمع صوت امرأة يرد أن تفضل. ما أن دخل حتى وجد نفسه أمام امرأة شابة ذات جمال لا تخطئه العين، وإلى جمالها أضيف وقار الجدية البادية على محياها. قدم العميد نفسه وأبلغها بموضوع الزيارة. لم يبدو عليها أنها تستغرب، قالت دون من فعال إنها كانت تتوقع من أقارب زوجها أذى كثيرا. أبدت السيدة جميلة استعدادها للحضور إلى مكتب العميد في الموعد الذي يحدده. أضافت أنها ترجوه أن يعمل على كشف الحقائق كاملة. أخبرته بأن زوجها سيحضر معها. في الثانية بعد الزوال كانت جميلة وزوجها الدكتور محمد المليان يقفان أمام مكتب العميد. تم إدخالهما دون ما إبطاء. أمر العميد بأن يوجه الرجل إلى قاعة الاجتماعات تجنبا لإحراجه وحتى يتسنى استجواب زوجته على انفراد. قالت جميلة الصبور إنها تخرجت من كلية الآداب في العام 78-900 حيث حصلت على دبلوم في اللغات الفرنسية والإنجليزية والإسبانية بالإضافة إلى اللغة العربية. حصلت على وظيفتها الأولى في وزارة الشغل حيث تم تعيينها بالمصلحة المكلفة بالمنظمة العالمية للشغل والمكاتب المتفرعة عنها. قالت إن المرحلة الأولى من اشتغالها لم تكن سهلة البتة، فقد عملت إلى جانب رجال أذاقها عدد منهم أصنافا وألوانا من التحرش والمعاكسات. قالت إنها رفعت شكاية إلى مدير القسم، فرحت لما ألحقها بكتابته حيث كانت تتقاسم المكتب مع سيدة. حسبت أنها تخلصت من تحرشات المتحرشين ومن المضايقات، لكن الذي حدث بعد أيام أثبت لها أنها كانت واهمة. حكت جميلة أن رئيسها طلب منها ترجمة وثيقة إدارية من الإنجليزية إلى العربية، وأنه ألح عليها في الإسراع بإنجاز الترجمة لأن السيد الوزير بحاجة إليها في المساء نفسه. باشرت عملها بجد. لما كانت الساعة تقترب من 7:30 مساء كانت الترجمة جاهزة، وعلى الفور توجهت إلى مكتب مدير المصلحة وناولته الوثيقة مترجمة. قالت إنه هنأها على الإنجاز الذي قامت به ونهض من وراء مكتبه وهم بتقبيلها. تراجعت بينما واصل تقدمه، ولما امتدت يداه إليها صفعته بقوة. لم يكن يتوقع أن يصفع، خرجت مسرعة. في صبح اليوم التالي قالت جميلة إنها لما وصلت مكتبها وجدت الشاوش ينتظرها ليبلغها بأنه يتعين عليها أن ترافقه إلى ديوان الوزير لأن مدير المصلحة طلب توقيفها. تحلت بشجاعة المظلومين ورافقت الشاوش إلى ديوان الوزير. هناك حكت على مسامع الوزير ومن كانوا حضورا الذي حدث مساء البارحة. بدا المدير وكأنه صدم،
ظل مطرقا لا يرفع بصره بينما كان الوزير يصغي باهتمام. لما انتهت طلب منها الخروج والمكوث في المكتب المجاور. بعد نصف ساعة التحق بها المدير وأبلغها بأن الوزير قد قرر نقلها إلى ديوانه. علمت لاحقا أن الوزير وبخ المدير. منذ تلك الحادثة تقول جميلة لم يجرؤ أحد على التحرش بها. كانت نشطة في عملها، قالت إنها سخرت كل مواهبها للقيام بالمهام الموكولة إليها أحسن قيام، وهو ما حذا بالوزير محمد المليان إلى وضع جميلة ضمن الموظفين السامين في مصلحة المداومة التي تقيمها الوزارة أيام العطل الأسبوعية أو الوطنية أو الدينية. لقد عزز ذلك مكانة جميلة وخلصها من كل محاولات التحرش التي كانت تستهدفها. كانت جميلة تستحضر ذكرياتها البعيدة القريبة، وكان العميد المروح يستمع إليها نادرا ما كان يقاطعها مستوضحا. واصلت جميلة سرد التفاصيل. قالت إن الوزير اتصل بها ذات يوم بينما كانت تقوم بالمداومة، طلب منها أن تعد ملفا خاصا بالمنظمة العربية للشغل، لأنه كان مقررا أن يسافر إلى القاهرة للمشاركة في مؤتمر وزاري. كلفها بصياغة الكلمة التي سيلقيها في المؤتمر. بعد 3 ساعات كان كل شيء جاهزا. اتصل الوزير مرة أخرى بجميلة، طلب منها ألا تغادر المكتب ولو انتهت مما طلب منها آنفا، لأنه سيزودها بتعليمات أخرى. بعد ساعة أو نحو من ساعة فوجئت جميلة بالوزير يدخل. توجه إلى مكتبه، وبعد لحظات جاء الشاووش. قال لها إن الوزير يريدها أن تأتيه بالملف. أخذت الوثائق المطلوبة وأسرعت الخطى إلى مكتب الوزير. طرقت الباب ثم دخلت. كان وراء مكتبه، بدا لها منزعجا. في كل الأحوال لم يكن على عادته. وضعت الملف فوق المكتب ثم تراجعت تريد الخروج، ولكن الوزير بصوت علته بحة طلب منها البقاء حتى يتفحص الوثائق التي أعدت. بدت جميلة وكأنها تغالب دموعها. قالت إن الوزير طلب منها أن تأتيه بكوب ماء. توجهت إلى الحمام لتأتيه بالماء. في تلك اللحظة نهض مسرعا إلى باب مكتبه، أغلقه بالمفتاح، ثم لحق بها في الحمام. قالت إنه انقض عليها من الخلف، أسقطها أرضا. كان في حالة هيجان حقيقية. تحكي جميلة أنها في تلك اللحظة التي اقترب منها اكتشفت أنه كان في حالة سكر متقدمة. قاومته، ولكن مقاومتها لم تجدي، فقد كان ذا بنية قوية. استنجدت بالشاوش. علمت لاحقا أنه أرسله في مهمة أبعده. تمكن منها، مزق ثيابها، اغتصبها، ثم غادر المكتب مسرعا. في تلك الأثناء عاد الشاوش ليكتشفها منهارة شبه عارية. أسرع إلى غرفته وأحضر ثيابا ستر بها عورتها. طلب منها أن تذهب إلى بيتها. رفضت، كان لها رأي آخر، هي التي تعودت على التحدي. أرادت أن تتحدى معالي الوزير. الحلقة الثانية. كان العميد الممتاز أحمد المروح يصغي بإمعان إلى أقوال جميلة الصبور أرملة السفير الراحل محمد المليان. كان يدون في المحضر كل تفصيل مهما كان دقيقا أو جانبيا. حكت جميلة تلك اللحظات التي طالت دهرا، تلك اللحظات التي تعرضت فيها للاغتصاب من قبل الوزير. قالت إنه لم يكن في حالة طبيعية، كان سكرانا. لما انصرف المعتدي ظهر الشاوش الذي كان قد أرسل في مهمة. اكتشفها شبه عارية. أسرع إلى غرفته وأحضر لباسا ستر بها عورتها. نصحها بالذهاب إلى منزلها ولكنها رفضت. تحكي جميلة وقد على جبينها حزن لم تستطع إخفاءه ولو بعد كل السنين التي مضت. تحكي جميلة أنها أرادت أن تتحدى ذاك الوزير.
طلبت من سائق المداومة أن يذهب إلى منزل أسرتها ويأتي بأبيها. هاتفت والدها وطلبت منه الحضور. طلبت أيضا أن يأتوها بجلباب. بعد نصف ساعة كان الوالد في باب مكتبها. أجهشت بالبكاء، فرحا أو حزنا وغضبا هي لا تدري. بكت كما يبكي الصغار، وارتمت في حضن والدها الذي لم يكن قد استوعب بعد الذي يجري. ثم تجردت من الثوب التي أتاها به الشاوش، ارتدت الجلباب، مسحت دموعها واتصلت بمكتب والي الأمن. قالت إنها تريد مقابلته لأمر يخص الوزير. استقبلها والي الأمن، ولما دخلت مكتبه تجردت من جلبابها، كانت ملابسها ممزقة. حكت له بكل جرأة وشجاعة الذي تعرضت له. لم يكن هناك من مفر من الاستماع إليها. كلف عميدا للشرطة بتلك المهمة. بعد التوقيع على المحضر رافقها إلى مستشفى ابن سينا، أجري لها فحص وسلمت لها شهادة طبية. انتقل العميد إلى مقر الوزارة حيث استمع إلى شهادة الشاوش. عادت إلى البيت رفقة والدها، وقد طلب منها الحضور صبح الغد إلى وزارة العدل لأن الموضوع صار من اختصاص السلطات العليا. حضرت في الموعد المحدد وكان معها والدها. قالت إنها تعمدت الحضور بنفس ملابسها الممزقة حتى يتسنى لمن سيتولى البحث في الموضوع معاينة آثار الاعتداء. قالت جميلة إنها كانت تنوي إن لم يتم إنصافها أن تنقل القضية إلى صفحات الجرائد لتفجر قنبلة أخلاقية. في وزارة العدل استقبلها والي الأمن، وكان معه رجل تبين لها فيما بعد أنه الوكيل العام للملك. توجهوا إلى ديوان وزير العدل، أمر بأن تمثل أمامه رفقة والدها دون والي الأمن والوكيل العام. كان رجلا ذا هبة ووقار، بدأ أنه يجد صعوبة في اختيار الكلمات للتعبير عن أسفه لما حل بجميلة. وبعد أن ألقى نظرة على ملفها وتثبت من صحة ما تدعيه الشابة، عبر عن تأييده التوصل إلى تسوية ودية للمشكلة التي إذا ما تفاقمت ستكون لها أبعاد أخرى. قالت جميلة إنها ترفض كل حل لا ينزل العقاب بالمعتدي. أبانت عن موقف حازم. اقترب الوزير من والد جميلة وأبلغه أنه بالإمكان إرضاء كل الطلبات إن تم القبول بالحل الودي. لم يكن بمقدور والد جميلة أن يرفض العرض، فبادر إلى المطالبة بزواج الوزير منها. أغمي على جميلة، كانت ترفض الزواج ممن اغتصبها. تذكر أنها لما أفاقت وجدت أن أشواطا قد قطعت في ترتيب ذاك الزواج. قبلت لأنها لم تكن ترغب في إهانة والدها. بعد قليل حضر الوزير المغتصب. قالت إنه كان مطأطئا رأسه، لم يكن يقوى على النظر إليها، وفجأة أسرع نحوها. للحظة حسبت أنه يريد الاعتداء عليها ثانية، ولكنه انحنى ليقبل يديها. كانت عيناه تدمعان، كان يريد الاعتذار. أشرف وزير العدل على جلسة الصلح. تم الاتفاق على الزواج. اشترطت جميلة على الوزير المليان أن يسكنها منزلا مستقلا، وأن يعاملها بما يرضي الله، وأن تكون العصمة بيدها. لم تنتهي الحكاية عند هذا الحد، فبعد أن تم الزواج وبعد أن استقرت جميلة في بيتها الجديد، رفعت الزوجة الأولى للوزير دعوى تطالبه بتطليقها وبأن يجعل لها ولأولادها نفقة كانت باهظة. وافق، وبذلك صار الوزير لجميلة دون غيرها. قالت المرأة الشابة إنها خلال الشهور التي تلت اكتشفته عن قرب، وجدت فيه رغم تقدم سنه مثقفا مهذبا. تجلى لها أنه كان يعاني من الطبع التسلطي لزوجته الأولى. كانت امرأة من عائلة معروفة من صفرو، وكان هو ابن فلاح فقير من ميدلت.
في العام 88-900 و1000 أعفيت الحكومة وتم تعيين الوزير السابق محمد المليان سفيرا في دولة الكويت، رافقته إلى الكويت. تتذكر جميلة أنها بدأت بذلك مشوارا آخر مع زوجها، كانت ساعده الأيمن. بعد فترة قصيرة من الاستقرار في الكويت أحست جميلة أنها حامل، قوى ذلك الأواصر بينها وزوجها. كانت أشهر الحمل مرحلة أحلام لذيذة، ولما وضعت حملها وكان ذكرا سمياه جابر، بعد أسابيع غزت القوات العراقية الكويت، كانت تتقدم بسرعة نحو العاصمة. عمدت السلطات الكويتية إلى إجلاء النساء والأطفال. كانت جميلة حرم السفير المغربي وابنها جابر في من تم إجلاؤهم إلى العربية السعودية، ودعهما السفير محمد المليان بالدموع. محظوظة كانت جميلة وابنها، فقد كان في جملة من ألحقوا بالعائلة الأميرية. وجدت نفسها في سيارة فارهة برفقة امرأة مسنة لم تكن قد تعرفت إليها من قبل. كانت المرأة خائفة، تقول جميلة إنها عملت على تهدئة روعها. لاحقا بعد أن وصلوا وجهتهم حيث أدخلوا قصرا، علمت جميلة أنها كانت برفقة سيدة ذات جاه وشأن. وبينما كانوا في ضيافة المملكة العربية السعودية، انقطعت عنهم أخبار الرجال الذين بقوا في العاصمة الكويتية. ظلت جميلة في رفقة الأميرة الكويتية. تذكر أن جابر ولدها كان يؤثف فضاء الأيام التي كانت تمضي سريعة. كانت الأخبار تتواتر حول قرب انسحاب قوات صدام حسين من الكويت. ولما انسحبت تلك القوات الغازية عادت جميلة إلى الكويت. كانت الأميرة قد علمت بمقتل زوجها ولكنها تكتمت. لما احتلت القوات العراقية الكويت نهبت كل ما وجدت في البلاد، وكان بيت جميلة في عداد ما تعرض للنهب. لما عادت إلى المغرب وجدت في استقبالها بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء أحد أعضاء ديوان وزير الخارجية. تم نقلها إلى أحد أشهر فنادق الرباط. أنعم عليها الملك براتب شهري محترم، كما خصص لولدها دخلا يستمر إلى أن يبلغ سن الرشد. صدرت الأوامر ليشترى لها منزل محترم. تم بعد أيام شراء فيلا في حي الرياض. قبل أن تغادر الكويت كانت الأميرة قد طلبت من جميلة أن تزور سفير الكويت في الرباط بمجرد استقرارها في المغرب. رافقها والدها، وكانت مفاجأتها كبيرة عندما سلمها السفير شيكا بقيمة 3 ملايين دولار لتوظيفها في أي مشروع تختاره. في نهاية المطاف اشترت عمارتين في حي أجدال، واحدة باسم ولدها جابر المليان والثانية باسمها. تولى والدها تدبير الأكرية التي يتم تحصيلها من العمارتين. خلال الأشهر الثلاثة الأولى التي تلت استقرارها في بيتها الجديد بحي الرياض، قالت جميلة إنها لم تر أيا من أقارب زوجها الهالك، إلا أنها فوجئت ذات صباح بشاب يطرق الباب. قال إنه محمد المليان. خفق قلبها بقوة لسماع الاسم. ألم يكن محمد المليان زوجها وأبا ابنها جابر؟ كان الواقف بالباب شابا وسيما لا يبدو عليه أثر الترف أو الغنى. أخبرها أنه شقيق لزوجها الراحل محمد المليان. استأذن للدخول لكنها استمهلته. دعت والدها الذي حضر وتثبت مما يزعمه الشاب. قال إنه جاء لزيارتها بطلب من والده الذي ألزمه المرض الفراش، كان نزيلا بمستشفى ابن سينا. علم بمقتل ابنه السفير عن طريق الصحافة، وعلم أنه خلف ولدا من زوجته الثانية. كان رجاؤه أن يحتضن حفيده ولو مرة واحدة قبل أن يرحل عن هذه الدنيا. طلبت من والدها أن يرافقها لعيادة الشيخ المريض. رأت بأم عينيها كم كان سعيدا وهو يحتضن حفيده جابر. عادته مرات لاحقا، كان يناديها بنت الحلال
عرفانا بما قامت به من أجله. كان العميد الممتاز أحمد المروح يتابع باهتمام ما كانت تقوله جميلة. كانت لها طريقتها المتميزة في السرد والحكي. تذكر العميد ضرورة الإحاطة بالمسألة من كل جوانبها. كان على جميلة أن تبين طبيعة علاقتها مع محمد المليان شقيق زوجها الراحل، وكان الأخير في انتظار استجوابه في غرفة الاجتماعات. الحلقة الأخيرة. كان على جميلة الصبور أن تبين حقيقة علاقتها مع شقيق زوجها محمد المليان، فقد اتهمتها الزوجة الأولى لزوجها الهالك بأنها تقيم علاقة غير شرعية مع شقيق الراحل. قالت جميلة إنها لما توفي والد زوجها الذي كان يناديها ببنت الحلال، وبعد أن أقامت له في بيتها مراسيم الجنازة، كانت العلاقة قد تطورت بين الشاب محمد وابنها ابن شقيقه جابر. ولما لمست هشاشة الوضع المادي الذي كان يعيش فيه، اقترحت عليه أن يقيم في بيت صغير ملحق بالفيلا التي تسكنها في حي الرياض. كان شابا مستقيما. كان قد حصل قبيل وفاة والده بنحو 4 أشهر على الشهادة الجامعية في الطب. كان أمامه خياران، إما أن يسعى إلى ولوج ميدان العمل أو أن يتابع دراسته ويتخصص في مجال من مجالات الطب، وقد سعى هو إلى إكمال الدراسة وتقدم بعدة طلبات من أجل الحصول على منحة، ولكنه لم يتلقى جوابا لا من الجهات المغربية ولا من غيرها، غير أنه تلقى عروضا مختلفة من كليات طب في عدة بلدان أوروبية. وأثار اهتمامه عرض توصل به من مستشفى فيلجويف بباريس يتعلق بالتخصص في الطب النووي، ولكن العرض لم يكن يوفر منحة. قالت جميلة إن شقيق زوجها لم يحدثها في شأن ذلك العرض، وإنها اكتشفت الأمر صدفة لما جاء ساعي البريد يحمل برقية إلى محمد. كانت البرقية تقول إن أمامه أجل 8 أيام لتأكيد ترشحه لمتابعة التخصص. في المساء لما عاد أعطته جميلة البرقية، بدا وكأنه يخفي شيئا ما، وبعد حين قال إنه لا يتوفر على ما يسدد به نفقات التنقل إلى باريس والدراسة. قالت جميلة إن الشاب لما جاء في الصباح يداعب جابر الصغير كان يبدو عليه أنه أقل تشاؤما. بعد أيام علمت منه أنه أبرق إلى مستشفى فيلجويف مؤكدا ترشحه لمتابعة التخصص. جاء ذات يوم يبلغها بأنه سيسافر قريبا. قال إن والده قبل وفاته كان قد باع ما كان يملك وسلمه المال الذي حصل عليه لينفقه في الدراسة. قالت جميلة إنها خشيت أن يتأثر صغيرها جابر لفراق عمه، لعل الذي لم تقله أنها وقعت في حب الطبيب الشاب. قالت إنها تحلت بشجاعة استثنائية يوم عرضت عليه أن ترافقه إلى باريس مع ابنها جابر وأن تتحمل هي كل المصاريف. قالت إنها تريد لابنها وحيدها أن يبقى على صلة بعمه محمد. في الآن نفسه قالت جميلة إنها ستعمل على متابعة دراستها العليا في باريس. لم يستطع الطبيب الشاب إخفاء فرحته. بعد أيام كان الثلاثة في باريس. استأجرت شقة غير بعيدة عن مستشفى فيلجويف. تذكر جميلة أن الطبيب الشاب دعاها ذات يوم من عطلة أبريل إلى قضاء يوم كامل على ظهر إحدى البواخر النهرية التي تجوب المسالك المائية لباريس وضواحيها. كان على متن الباخرة أسر كثيرة، آباء وأمهات يرافقهم أطفالهم. في لحظة ما مرت بهما المضيفة، أعطت كل واحد منهما وردة. قالت إنها لم تصادف عاشقين أجمل منهما. مضت المضيفة إلى حال سبيلها. بدا محمد الطبيب الشاب وقد وجد فيما قالته المضيفة مدخلا إلى سؤال لم يطرحه من قبل. سألها عما يمنعها من الزواج. أضاف أن الطفل جابر يجب أن يكبر في ظل رجل يرعاه ويساهم في تربيته، لأن الأم وحدها لن تستطيع ذلك بمفردها.
قالت إنها مستعدة للتضحية من أجل ابنها لأن الزوج الذي قد تتزوجه لن يستطيع أن يحل محل والد الطفل. ربما لم تتوقع جميلة أن يضيف محمد شيئا آخر، ولكنه فاجأها. قال لها أولو كان الراغب في الزواج قريبا منها. زعمت أنها لم تفهم قصده. جلس على الكرسي المقابل لها وقال إنه حاول مرات أن يفاتحها في الأمر، وقد لاحظ تهربها، ولذلك قرر اليوم أن يطلبها زوجة شرعية. قالت إنها حاولت أن تتذرع بفارق السن بينهما، ولكنه كان متمسكا بطلبه. ارتأت جميلة أن تستمهله أسبوعا لتستشير والدها، ولذلك عادت إلى المغرب تحمل ولدها وعرض الطبيب محمد المليان. سر والد جميلة بهذا الخبر، فقد كان يعلم أن محمد شاب يستوفي شروط الزوج المطلوب. في تلك الأيام استحضرت جميلة وعدها للأميرة الكويتية التي كانت برفقتها يوم أجليت من الكويت بينما كانت تزحف القوات الغازية لصدام حسين. كانت وعدتها باستشارتها فيما يتعلق بمستقبلها. اتصلت بها وعرضت عليها تفاصيل مشروع الزواج من شقيق زوجها الهالك. ردت الأميرة الكويتية بأنها ستطلعها على رأيها بعد 4 أيام. بعد أن انقضت المهلة اتصلت بها تبارك الزواج. علمت جميلة لاحقا أن الأميرة بعثت من يختبر حسن نية الطبيب محمد، إذ عرض عليه منصب مغري في الإمارات، ولكنه رفض واعتذر بأنه يريد الإشراف على تربية ابن أخ له يتيم. لما عادت جميلة إلى باريس كان محمد في الانتظار في المطار. سألها بإشارة منه، ابتسمت وأومأت برأسها أنها موافقة. لما تخطت مركز شرطة الحدود عانقها بحرارة، عانقها طويلا، وفي لحظة ما نطق جابر بابا بابا، كان نداء أخرجهما من حلمهما. باشر إجراءات توثيق زواجهما لدى القنصلية المغربية. أتم الدكتور محمد المليان تخصصه في الطب النووي، وأتمت جميلة دراستها العليا وعاد إلى المغرب. حقق مشروعهما الذي طالما حلما به وهما في فرنسا. فقد اشترت جميلة بناية صارت مصحة جابر المليان. كان العميد المروح ينصت باهتمام، وفي الآن نفسه يحيل كل المعلومات على ما في ذاكرته من ادعاءات مطلقة الوزير الراحل محمد المليان فائزة بازيد. عززت جميلة أقوالها بأن قدمت للباحث نسخا من كل وثائق الإثبات، وبشكل خاص نسخة من عقد زواجها من محمد المليان الأخ الأصغر للراحل محمد المليان. وقعت جميلة على المحضر وقد تمكنت من تصحيح الصورة المشوهة التي قدمتها عنها مطلقة زوجها الأول. انتقل العميد المروح لاستجواب الدكتور محمد المليان الذي قال إنه أخ غير شقيق لمحمد المليان. قال إنه الولد الوحيد لوالده من زوجته الثانية، كما أن الراحل كان ولده الوحيد من زوجته الأولى. في الأصل اسمه محمد، ولكن موظف الحالة المدنية الذي تولى تقييده في السجلات كتب اسم محمد، وبذلك صار هناك تطابق كامل في الاسمين. حكى الطبيب تفاصيل القطيعة بين والده وشقيقه، وقال إنها كانت بسبب تصرفات زوجة شقيقه الأولى، تلك التي رغم أنه طلقها منذ سنوات تحاول أن تنصب نفسها ضمن ورثته، بل إنها أقصت ورثة حقيقيين. قال إن والده حصل على نسخة من وثيقة الإراثة الزائفة، ولكنه مع ذلك رفض أن يقاضيها. كان يقول لما تعرف على أم جابر جميلة إن الله عوضه بالأحسن ببنت الحلال. أغلق المحضر وقدم العميد المروح المحضران إلى والي الأمن الذي طلب منه أن ينقلهما إلى الوكيل العام للملك، والذي بعد الاطلاع عليهما وعلى الوثائق المرفقة أمر بحفظ القضية. وهكذا أسدل الستار على قضية أرملة السفير. شكوى ضرتها السابقة انتهت نهاية فقاعة الصابون.